أدامكم الله. يقول السائل: ما حكم زكاة الأرض إذا تغيرت فيها النية أكثر من مرة، مرة لغرض السكن ومرة لغرض البيع ثم بيعت؟ الأرض إذا كان يريدها للبيع تجب فيها الزكاة لأنها أصبحت من عروض التجارة. إذا كان يريدها أن تبقى عقارا له يزرعها يسكنها فهذه لا زكاة فيها، إنما تكون من أموال الزكاة إذا نواها للبيع يزكيها إذا مر عليها حول. نعم.